بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة كده، هنعمل مع بعض بطاية، بس هنعملها بطريقة مختلفة. مش هنسلقها، بوريها لكم. لازم نغسلها وننضفها كويس، وانا شايلة الرقبة بتاعتها، العظم بتاع الرقبة رميها، وسايبة الجلد كده سليم زي ما هو. ودلوقتي بنعمل فيها فتحات كده، بس تكون فتحات يعني عريضة شوية، مش بخلة ولا بسكينة رفيعة وكلام من ده، سكينة تكون عريضة شوية من قدام. دلوقتي هنعمل الجناح بتاعها ونعمل لها تتبيله مع بعض. ده بصل مبشور اهوت او متقطع، اي حاجه يعني مش هتفرق. ونحط عليه بابريكا وفلفل اسود وتوم باودر، وده بهارات مشكله. اهم حاجه تكون غسلينها ومنضفينها كويس من الزفاره، علشان يعني تاكلي بنفس، ما يبقاش ريحتها، ابقى اعمل واتعب ومش عارفه ايه، ويبقى ريحتها مش حلوه عشان حاجه تافهه. ولو عايزين الطريقه ابقى اعملها لكم، بس عموما الزفاره اللي بتغسليها وبالجنزبيل والبودر جامد جدا، تحفه في الزفاره. ودي معانا معلقه صغيره من دبس الرمان على التتبيله بتاعتنا، بتفرق جامد في الطعم بتاعها، يعني بتدي مزازه بسيطه كده، بس بتفرق بجد، تحفه. نرجع للزفارة بتاعتنا بقى، ان احنا نحط الجنزبيل ده بعد ما نغسل، نحط سكر وخل بس لو هتطوليها شوية تنقعيها، بلاش الخل الكتير، بيفرق جامد جامد جامد. الجنزبيل والطحينة عموما في الزفارة حلو، بس انا بحب الجنزبيل اكتر، كأنك ما في السمك وفي الفراخ بط اي حاجة، بجد بيفرق وبيشيل الزفارة كلها، بتشمش ريحة اي حاجة. ودلوقتي هنا معلقتين مفرومين من عصير الطماطم، طماطم كنت عاملاها للمحشي يعني. هنقلب بقى كله كويس مع بعض مع الملح طبعا، يعني كده. دلوقتي بقت بصلة وطماطم ويا مبشورين ودبس، معلقة دبس الرمان والبهارات بتاعتنا، ونمسكها بقى كده، ايه، نروق على البطاية، ندعكها كويس من بره ومن جوه وكله، نتبلها بيها يعني، ندعكها كويس طبعا، في جوه وبره وجلد والدهن وكله كله كله. بلاش عصير ليمون ولا خل في التتبيله اللي هتستوي بيها يعني كده بقى. هنركنها بقى ساعه اتنين، عايز تعملي كده من بالليل براحتك. دي طبعا خلطه المحشي، عملتها معاكم اكتر من مره. الفكره النهارده مش في الخلطه، الفكره النهارده في طريقه اللف. هنعملها زي السمبوسه او حجاب او زي ما بتسموها بقى. ده اللي انا كنت عامل الكرنب اللي انا كنت مخزناه معاكم، فرسته وقلت لكم هعمل الحته الصغيره الطريه اللي ورا ديت، هنعمل بها حاجه حلوه. هي ديت الطريقه، كنت اقصد طريقه اللف بتاعتها، بجد طريقه تحفه في اللف وشكلها فظيع. طريقه مختلفه بقى علشان نغير من لفه الصباع اللي احنا بنعملها، معروف ان ده صباع محشي باي حاجه بقى، بكرنب خاص. انا كنت عامله يومها تشكيله من المحشي، كنت عامله سلق، لقيته في السوق عجبني ان انا اجيب وحشي، بيبقى زبده زبده كده في الحشو. بص، اللف مثلث بتجيبها شمال ويمين، يعني بتحط الرز وتاخديها الجهادي والجهادي، زي اكيد كلنا بنعرف نلف السمبوسه كده وكده، وبتلاقيش بقى حاجه مفتوحه ولا رز طالع منها ولا اي حاجه من دي، بتلفيها جهه على الشمال وجهه على اليمين. انا وريتكم اكتر من صباع كده، جهادي والجهادي، جهادي والجهادي. طريقه سهله في اللف، ما بتاخدش وقت برضو، زي يعني زيها زي الصبع، بس بجد تحفه. كده وكده كده وكده. تقسم الورقه طبعا زي ما انت عايزه، لو انت من زي بتحب الكرنب اكتر من الرز، انا بحب الف الورق، سواء صباع سواء الحجاب ده او السمبوسه سواء اي طريقه لف، بحب يكون الورقه اكتر من الرز. يعني الرز ما احنا بنعمله كل يوم، بنعمل رز عادي، فانا عايزه استطعم طعم الحاجه اللي انا بحشيها، سواء كرنب سواء خس سواء ورق عنب، اي حاجه تكون اكتر من الرز، ان يعني ان في طعم فارق. مش هلف كده ورقه وشكرا، يبقى احس ان الرز هو اللي طعمه اكتر من الورقه اللي انا لفاها او المحشي بتاعي.
شايفين كمية الخضار قد ايه؟ انا بعتبر ان المحشي خضار وبصل صراحة. هنكمل بقى انا كل الطريقة وارجع لكم تاني. كده رجعنا للبطاية اهي بعد ما قعدت فترة طويلة، طبعا لفيت المحشي بتاعنا كله، كنت عاملة تشكيلة خس وزي ما قلت لكم وسلق وكرنب اللي هو التارتوفة الصغيرة اللي ورا اللي هي الرقيقة الجميلة دي، كله بيحتار في لفة اهي ورا القاع ده، سلق وخس بس مش هحشيه في البطة، هحشي في البطة الكرنب. كلها مثلثات تحفة. مسك البطة كده بالتتبيلة بتاعتنا، اوعوا تغسلوها بعد ما تبلناها، دي تتبيلة مش كنت حاطة فيها مش كنت حطاها كده عشان نغسلها او نشيل منها الزفارة، لا دي تتبيلة نحط فيها بقى المثلثات بتاعتنا او السمبوسة او المحشي الكرنب، نحشيها بقى نملاها كلها كده بنفس الطريقة دي، وما تخافيش هتطلعيه سليم صار، ما فيهوش رز طلع منه ولا مستواش ولا اي حاجة، بجد طريقة تحفة. وهتاكلي من جوه البطاية الكرنب، هنحشي الرقبة برضو بنفس الطريقة كده، هندخل جواها اللي بتاع، هي مفيهاش العظم بتاعها، هي الجلد بتاع بس اللي هنحشيه، هتاكلي المحشي جواها كأنك بتاكلي مثلا حمام محشي، طعمها بجد تحفة 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 تحفة. وتنفع الطريقة دي برضو في الفراخ، وتنفع في أي حاجة، بس أنا حبيت أعملها لكم في البط اللي هو يعني إيه أصعب حاجة في السوا، مش أصعب حاجة طبعا يعني، اللي بياخد وقت كتير في السوا، إن هو هيستوي في الفرن من غير ما نحطه بقى في ميه من غير حاجه، هنشوف اهو الطريقه مع بعض. ده طبعا انا لفها احطه في البطه، والباقي هسويه عادي خالص يعني، اللي هي اللفه دي طريقه حلوه في اللف. انا دلوقتي بعمل الشوربه، نجيب الصينيه بتاعتنا اهو، هنحط فيها البطه بعد ما ملاناها كده، وبتمليها عادي، مش انك هتسيبي مثلا عشان الرز هيزيد، لا ده صباع المحشي وملفوف يعني، ما تقلقيش من الطريقه، انا حاطه صباع لبره اهو يعني، اكيد شايفينه، انا عارفه ان الكاميرا شوف الرز لحد فين، انا بحب اقطع الحته اللي تحت اللي بتتكتف منها كده كده، البطه رجلها مش طويله ومش مش بتحتاج ان هي تتكتف. حط بقى الشوربه بتاعتنا، عندك شوربه تعملي ميه بشوربه عادي اللي يعجبك، حط فيها كده كبشتين، كبشه صغيره مغرفه كده هنغلفها بقى كده ورق الفويل ده، وهندخلها بقى الفرن، وكلي قطعم بطايه بالمحشي جيبوا الفرن عادي خالص، حطها في الفرن العادي بتاعنا هو اللي بنخبز فيه الفرن العادي، وبتفضل مغطياها كده، وكل شويه هنبص عليها بعد ما عدى مثلا ربع ساعه تلت ساعه، بوريها لكم ان انا مسويها، والله بوريكم خطوه بخطوه ان انا مسويها في الفرن، ولا خرجتها بقى حطيتها في ميه ولا بكشف، المفروض ما اكشفهاش، بس انا بوريكم السائل اللي هي جابته، وبوريكم ان هي ايه بتستوي. بصوا الرز طلع فين، بيمد كده وبيستوي وبياخد وضعه عادي خالص، مش بيبقى ني بقى ولا بيبقى مستواش ولا اي حاجه، كده هي استوت معانا، انا شلت من عليها البتاع عشان تاخد لون بس تحمير طبعا اتحمرت وطلعت اهي، انا كنت صايمه في اليوم ده، انا يعني ايه مش لسه كان فاضل اكتر من نص ساعه للمغرب، فمش حابه ان هي تبرد، هطلعها الصبح كده اوريها لكم، كان نفسي اكله والله بس كنت صايمه، الريحه كانت طالعه قلب الدنيا. بوريك واحد من جوه برضو كمان، هو طالع سليم ومش ما فيهوش اي حاجه، ومستوي مستوي مستوي يعني، طبعا البطه بتاخد سوى اكتر من الرز، انا ما حبيتش اقطعها عشان تفضل يعني شايفين البخار اللي طالع، عشان تفضل سخنه، الاكل لو ما متاكلش سخن ما بيبقاش له طعم، طبعا احنا في البرد والشتاء وكده وكل حاجه بتبرد بسرعه مستوية خالص دايبة. جربي الطريقة دي والله بجد هتعجبك، ومش هتعملي غير هي، ولفة المحشي حلوة جديدة في انك تحشيها بالبطاية كده بدل ما تحطيه رز كده، وطبعا تغيير يعني في الاكل. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهاردة، ما تنسوناش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.